بلاصه النفايات والمصب هو قلت انت باش تعملي منتزه ولا فيه برشا وسائل ترفيه كبوفيات كوجه للشباب بصفه عامه والعائلات، خاصه منطقه سبيكس تفتقر لهذا المشروع ونعتبر متنفس وحيد لجهه سبيكس ومن دون بصفه عامه تفتقر لهذا المشروع. وكذلك فما حاجه باهيه هو انه بجنبها بالضبط فما منطقه صناعيه باش تحدث قريبا غادي. انا بلديه جرب من دون رسميا وزاره الصناعه وافقت على احداث منطقه صناعيه محدى المكان المصب هذايا، وفكره ممتازه انه نلقوا عندها منتزه في اول حاجه متنفس للشباب ومتنفس للعائلات، وكذلك هو نجم يكون بروجي لشباب المنطقه خاصه جماعه سدويكش ومنطقه تالبت اللي هما اللي كانوا متضررين برشا من وجود المصب هذايا. شباب عديد يحب يستغل هذا الموقف وهذه البلاصه، ومنتزه يكون متعدد الاختصاصات يعني ان شاء الله ينجح المشروع هذا، وفكره ممتازه واشخاص كان يولي على ارض الواقع. والله احنا في الجزيره تعتبر منطقه سياحيه ومن الدرجه الاولى، معناها منطقه سياحيه مشهوره عالميا وشيء، لكن افتقدوا ياسر حاجه معناها للوزير بصراحه مفقود، خاصه معناها منطقه جربه ميدون. وأول ما تدخل الجزيرة الناس تدخل أول مدخل تلقى حاجات مائية، الحاجات المزيانة. احنا معناها في جربة لهنا أول ما تدخل تلقى قدامك المصب تلقى حاجات هكا، عليها معناها في حاجة احنا لهالبروجي هذا معناها يولي الشخص على أول ما يدخل كي يدخل ويلقى الحاجات هكا الباهية، ويلقى معناها النوادي، يلقى الاستراحة، يلقى المسالك الصحية، يلقى كل شيء. وقتها هو معناها يولي يعرف اللي هو داخل المنطقة معناها متحضرة، يلقى وين باش يهز صغارو. والسيت هذايا معناتها يعتبر مدخل نتاع المنطقة السياحية، منطقة سياحية غير جربة هكا، علاه معناتها باش يعطي رونق كبير ياسر للمنطقة وللسياحة وللسكان عامة. المنطقة هذه هي مدخل الجزيرة، وش الجزيرة ومدخل نتاع الزون توريستيك، يعني حتى سايح باش يجي الجزيرة ماذا بينا يشوف مشهد التيرون أون بليس، يكون تاعب من سفرة بعيدة واحد جاي من تونس نصف عقص من لابس وكيلقى مكان ترفيهي ومريح، معناها أومان طون يرتاح وأومان طون يتفرهد، ويكون زادا الجو يدخل على شط البحر، ونعرف انه البحر مكان مريح للاعصاب مريح للبدن، يعني انه السائح ولا المواطن حتى التونسي يكون جاي من مكان بعيد ماذا بينا يبقى في مدخل الجزيره حاجه ترغبه في الجزيره ويرتاح فيها، اون بليس يتفرهد، اون بليس حتى احنا كمواطنين للجزيره ماذا بينا على الاشياء هذه ترجو في بلايص فدينا من المدن ومن ضجة المدن ومن المقاهي والأماكن الترفيهية وسط البلاد، ماذا بينا أماكن ترفيهية تكون بعيدة على البلاد على شط البحر. Thank you.
جوابي أما غوا ولا لا لا جربة. البحر الواسع والهواء الصافي والشمس الساطعة والطقس الدافي والأرض الخضرة والليل الشافي والشجر والمطر والوديان والفيافي والقمرة والنجوم والحلمة اللي بين كتافي والحروف والكلام والشعر والقوافي تترنح بجنبها أهلي وسلافي والراية الحرة اللي ترفرف والحيط الأبيض بالجير والقبة اللي تلف الدنيا والحوش العربي الكبير والقعدة العربي واللبسة العربي وين نخزر ونتأمل كان نعلي في سور الدنيا ونحاوط بيك انتي سوار وكان نحفر في قاع الدنيا نمليهولك من البحر وكان نحل بواب الدنيا نبنيلك في الجنة قصر. انتي كلمة، انتي حلمة كبرت عليها، انتي غنية سهرت عليها، انتي فني عم مطر يا داري وحوشي وحوالي يا سعف من نخلي العالي يا دقلة وعرجون تمر يم الخير. تعالى نخلي الحلم حقيقة، تعالى 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 نعوض كل دقيقة، تعالى 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 نخلي الحلم حقيقة، تعالى 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 نعوض كل دقيقة، تعالى تعالى.